الاسم ديالي وشكاك خدوج فولدت في 1967 و دخلت التعاونية في 1983. كنت كنقرا ولكن ما كنتش كنقدر نمشي للقراية على حساب كانت مشكلة عندي رجلية مريضة ما كنتش كنمشي للقراية صافي وكنت عز عليا المنشج كنت نمشي حدا شي مرا كتكون كتخدم المنشج هكا وكنمشي كنجلس حداها حتى كاينه التعاونيه وانا نجي جيت للتعاونيه وبديت تنخدم المده ديال عام تعلمت تنخدم المنشج وشديت شهاده صافي وبديت تنخدم الدور ديالي امينه المال التعاونيه دابا مده ديال دابا كن 12 عام انا ما نقدرش نخدم في شي بلاصه اخرى لقاش عندي مشكل ديال رجليه مريضه ما نقدرش نخدم في شي بلاصه بحال نخدم في حب الملوك ولا تفاح ولا شي حاجه اخرى ما نقدرش خصني لقيت المنشج هو المهم ديالي انا تنجي كنجلس كنخدم لقيت راحتي في المنشج والحمد لله زعما المنشج مزيان حس لي نخدم المنشج وما نمشيش نطلب ولا ندير شي حاجه اخرى حس لي نخدم المنشج ديالي احسن المنشج كان زوين زعما ماشي دابا انا عندي المنشج غادي ليا في الصحه ديالتي في الدم ديالي الا ما خدمتش المنشج ما كنكونش مرتاحه صافي ولفتو الا كنت ما خدمتش كنكون مريضه كنكون لا ولكن الا خدمت المنشج كنكون مزيانه كيعجبني الحال عندي مهدي وعندي نادية عندها 18 عام ومهدي عنده دابا كان 7 سنين دابا عند مهدي نتمنى الحياة ديالتي بغيت ان شاء الله نمشي للحج ان شاء الله بغيت نقول الناس يجيو يشوفوا الخدمة ديالنا ويشريوا الحنبل ديالنا باش يجيو يشجعونا نزيدوا لقدام لان هاد الخدمة هادي غدا وكتقلال ما بقاتش كثيرة بزاف ولكن الا كان البيع ان شاء الله وكان فلوس مزيان الناس غادي يجيو يخدموا غادي البنات يتعلموا كل شيء هذا هو المهم في هاد الخدمة هادي